في ولاية باتنا من الأجانب ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة لعدة اعتبارات نتعرف عليها في هذا التقرير لسعيد حريكة. من شرق الكرة الأرضية إلى غربها، رجال سلبهم جمال الشاويات فقرروا الزواج من شابات من مختلف بلديات ولاية باتنا، ولم يمنعهم من ذلك لا بعد المسافات ولا اختلاف التقاليد والعادات. لغاية جوان 2016 عدد حالات طلبات شهادات إثبات الإسلام في حدود يتجاوز 100 طلب. معظم الطلبات الواردة إلينا بخصوص شهادات إثبات الإسلام أو اعتناق الإسلام سببها هو الزواج. الزواج من جزائريات. والله هو ده كرم من ربنا عز وجل عليا انه يحصل تعارف بين الاسرتين، تعارف اخلاقي واسري ومجتمعي وديني. لما يكون الزواج بين الشعوب هذا كما قال سبحانه وتعالى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. احصائيات مديريه الشؤون الدينيه لولايه باتنا تقف بالتفصيل عند جنسيات الأجانب الذين تزوجوا من باتنيات من خلال شهادة ثبوت الإسلام المطلوبة في ملف الزواج. جاءتنا طلبات من فرنسا، ألبانيا، كولومبيا، البرازيل، الصين، بلغاريا، الهند، تنزانيا، من معظم دول العالم. هو إذن هوى القلب الذي لا يعترف بالحدود، خاصة إذا كان على الطرف الثاني شاوية أو راسية حرة.